اول شيء الفكره جات عن طريق اصدقاء ديالي في المنتخب المغربي هما اللي طرحوا لي الفكره، وثاني شيء بحكم انني طرا على المجال الكروي، وهذا هو الدافع اللي خلاني انني نفكر في هذه الفكره. رغم الانتقال للمجال الفني فبقى واحد الرابط كيجمعني ما بين المجال الكروي والمجال الفني، وكذلك اصدقاء ديالي هما اللي ساعدوني، وقررت انني حبا على الوطن ديالي والمغرب ديالي. تلحي الكلمات كان من الصف ديال منصف خصيمي، وكذلك الملحن تمام الوردي. هذه مساله كتبقى ديال الراي العام، انا ما كديش عليها لانني اول شيء انا كندير عمل احترافي، هذا الواجب عليا انني نخدم عمل احترافي. كلام الناس فيك رغم انك تخدم شيء زوين ولا شيء خيف الانتقادات غادي تلقاها، وحنا ملقينا من زمان من الابتدائي في ابتداءات ديالي في كرة القدم ولا في المجال الفني، فانا متلقي انتقادات. وثاني شيء في الانتقادات فانا كندي واحد العمل حبا للوطن ديالي وحبا للبلد ديالي ومسانده للمنتخب الوطني، ماشي المنتخب الوطني المغربي انه نهزم ولا انتصر حتى يكون انتصر عاد نكون معاه، فلا. فالحمد لله اللعابه عندنا كيقدموا ما عليهم، وكره القدم هي هذه فيها هزيمه وانتصار. انا ديما كالاختيارات ديالي كنتصور في احياء يعني راقيه وداك الشيء، ولكن شوف كنلقاو جميع اللاعبين طلعوا من احياء شعبيه، جميع الفنانين طلعوا من احياء شعبيه، بزاف ناس واخدين صوره خايبه على الاحياء الشعبيه، ديما حنا عاطين واحد الصوره سلبيه بان الحي الشعبي فيه ناس خايبين فيه شماكريه فيه، فالحي الشعبي كبر فنانه كبر قضاه كبر وكلاء الملك كبر يعني اساطيره اللي صنعوا من ناس فقراء. فانا كابن لهذه المنطقه ديال مر السلطان فالحمد لله جميع الساكنه رحبات بينا وعاونونا وساعدونا كيف ما كتشوفوا، ستاف موجود معنا، الدراري خدامين، الوغ كل شيء دايرين يد في يد، فهذا الحمد لله ما غاديش تلقاه في حي راقي. والرسالة اللي كنوجهوا لهم انهم يحسوا بالشعب، انه يعني عندنا واحد الفترة اللي كتجي ما بين 4 سنوات فهي اللي كنتسناوها، والفرحة تلقى بعدا بنادم ما معشيش وما مغديش، ولكن لا فرحة لا ربحات المغرب راه كتكون واحد الفرحة كيدخلوا علينا واحد الفرحة. فالرسالة غنوجه للاعبين ما غاديش نوجهها لهم لأنهم هما قايمين اللي عليهم، الحمد لله عندنا لاعبين كيغيروا على الوطن، عندنا لاعبين محترفين في الدوري الاحترافي، كنتمناو أننا نقدموا مستوى، حنا ما كنطلبوش في كأس العالم ولكن كنتمناو أننا نعبروا المجموعات ونقدموا مستوى راقي. فالإنزام الإنزام كيف كرة القدم، المهم هو تكون الكره ونتفرجوا ونقتنعوا بهم. سبب الحضور ديالي هو انني جيت باش نشارك في الكليب اللي غادي اللي كيتصور دابا حاليا، وداك الشيء علاش قالوا لي جي، المهم حيت عندي واحد الدور انا في الكليب، داك الشيء علاش بقى دورت انا وشي حاجه، المهم داك الشيء علاش. لا بالعكس بالعكس انا ضد هذه الهضره، حيت بالعكس هما كيحفزوا اللعابه، كيشوفوا يعني ناس يعني معاهم كيغني مخرجين اغنيه على قدا على قبالهم، بالعكس كتحفزهم وكتخليهم انهم يديروا شي حاجه اللي ما كانوش يعني كيخدموا اكثر، كيعطوا كل ما في جهدهم. صراحه المنتخب الوطني كاملين تبارك الله عليهم، والله يخلي يعني رافعين البلاد ديالنا صراحه تبارك الله عليهم، انا كنشجعهم. واللي نقول لك كاملين ما نقدرش نقول لك، نقدر نقول لك حكيم حيت هو اللي بالي تبارك الله عليه وتبارك الله عليهم كاملين. راه قلت لك كيف ولا مغرب. المهم الصراحه الكلمه كاع اللي غادي نقدر نقول لهم ما غاديش يعني نوصف داك الشيء. بغيت نقول لهم يعني سيروا خذوا جميع القوه ديالكم وحمروا لينا وجهنا، يعني راه المغرب راه انتم عارفين، وتبارك الله عليكم الله يسهل عليكم كيف ما يعني رافعين قيمة المغرب. كنشكركم وحق الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.